المجد لله في العلا أودي لخبعيت هللوش عظمتك المجيد يا رب، وكرسي وقارك السامي الرفيع ومنبر عزتك الرهيب والمذبح الغافر الذي صنعك وربوات السرافيم والرؤساء القدس إلى الأبد. آمين. وإذا ما فحت فينا رائحة محبتك الزكية يا ربنا وإلهنا، واستنارت نفوسنا بمعرفتك كي نستقبل ابنك الحبيب في ظهوري من السماء، إذ إنك أنت محمدت قهرين وتبارك النوشات يا رب حقا باعث أجسادنا والمخلص الصالح لنفوسنا. القدوس المجيد والقوي الذي لا يموت والذي يفرح في السكنة بالقديسين، التفت واشفق علينا وارحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن أنر يا ربنا وإلهنا وسادنا، فنرتل لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل، أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. على السامعين كل حين إلى الأبد. والآن يا إسرائيل، ما الذي يطلبه منك الرب إلهك إلا أن تتقي الرب إلهك سائراً في طرقه ومحباً إياه وعابداً؟ آمرك بها اليوم لكي تصيب خيراً، إن للرب إلهك السماوات وسماوات السماوات والأرض كل ما فيها، لكنه تعلق بآبائك محباً إياهم واختار نسلهم من بعدهم أي أنتم يومي، لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ورب الأرباب، الإله العظيم الجبار الرهيب الذي لا يحاب الوجوه ولا يقبل رشوة، منصف اليتيم والأرملة ومحب النزيل، ويعطيه طعاما وكسوة. بارخ ما ينصتون إليك. فاسحوا في إذن المحبة وتغايروا في مواهب الروح، وبالأحرى أن تتنبأوا
أما الذي يتنبأ فيكلم الناس أن تتفاضلوا. يا إخوتي لا تكونوا أطفال ومع هذا لا يسمعون لي يقول الرب. فمن ثم أقول يا إخوتي إنكم متى اجتمعتم وكان لواحد منكم مزمور فليقله، أو كان له تعليم، أو كان له وحسان، أو كان له ترجمة، فليكن كل ذلك للبنيان. والنعم والسلام مع جميعكم يا إخوة، آمين. فلنقف بالاستعداد لسماع الإنجيل المقدس. الإله الذي أتم علي فليرسل من السماء ويخلصني ويغزي من يرايقني. تقدم التلاميذ إلى يسوع قائلين: من هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ فدعا يسوع صبيا وأقامه فيما بينهم وقال: أقول لكم إن لم ترجعوا ومن قبل صبيا مثل هذا باسمي فإياي يقبل، ومن شك وزج في أعماق البحر الويل للعالم من الشكوك. فإنا لابد أن تأتي الشكوك، ولكن الويل للرجل الذي عن يدي تأتي الشكوك. إن شككتك يدك أو أقطع وأعرج من أن يكون لك يدان أو رجلان وتسقط في النار الأبدية، وإن شككتك عينك فاقلعها وألقها عنك، فخير لك أن تدخل الحياة بعين واحدة من أن يكون لك عينان وتسقط في جهه بينك وبينه وحدكما. فإن سمع لك فقد ربحت أخاك، وإن لم يسمع لك فخذ معك واحدا أو اثنين لكي تقول شاهدين أو ثلاثة كل كلمة. يوحى لا لها من أي شوحى يمشي حمار. مهم لل السيتيزن اللي يصيحوه انه شلون تروح تقدم على سيتيزن شيب تصير مواطن. امتحان هناك ايضا قوانين خاصه بالسيتيزن شيب ما السماء. انسان اصبح واقعي جدا، وكل الزين كل الزين انسان يصبح واقعي يعني يرضى بالواقع ويعرف الاخطاء وامور كثيره. لكن بنفس الوقت اخوتي واخواتي
لازم يكون عندنا شوية مثالية. المثالية هي تصعدنا ترفعنا عن الواقع وأسود ونوعا ما قد. ليش؟ لأنه الواقع إخوتي الواقع يفرض نفسه. يجيب الواقع يعني وقعنا دي يغيبنا الشيطان بأمور الواقع. دائما بأي صلاة ما أقول يا رب اعطيني خبزي كفاف اليوم وانتهت وتخلي نقطة، لا اعطيني خبز حتى أعرف الملكوت شنو، حتى أعرف أنا وين راح أروح. أنا هسه دا أشتغل والسنين دا تمشي، أقول أنا على الملكوت، فإذا أنا لازم أتجرد عن كل الواقع اللي يخليني مغناطيس الشيطان أصبح مغناطيس الله. ولهذا you don't care you don't care. عندنا حقوق، أبونا عندنا حقوق، يقول لي عندي حقوق أنه أوقف حفلة وجايب فنان من غير مكان وأنه وزع تكتات أوقفها الخاطر ناس دا تموت. لا، ولهذا أنا أقولها وأحكم وأجزم بأنه هاي مو مسيحية وأنت مو مسيحي حقيقي. ليش؟ لأنه أهل السماء هم أحد بالآخر، اللي عندهم ثقل راحتك. ولهذا دير بال، إحنا مو شعب السماء، إحنا شعب يحتاج ثقافة السماء ونسى الألف باء ما السماء. ولهذا اليوم الكنيسة ترجعنا لهذا النص حتى نرجع من جديد نفهم السماء. أبد لا تطلع بيها، حتى لو عمرك 70، لو عمرك 80، لو خادم لي سقن وما فاهم شروط السماء، لأنه أنت عبالك المسيحية هي مكان أنت ترتاح به. أبد، الإنسان المرتاح هو فل حياتي أوكي، كل شيء أوكي، ضامن السماء، دا عيش بالأرض، ضامن الأرض، كل شيء مسيطر عليه. هنا يسوع يضرب هذه الحياة ويقول دير بالك، يجب أن تعيش كالصغار، والصغار هم ناس لا حول ولا قوة، هم ناس ما عندهم. الإنسان قادر على إخوتي، قادر على لبس الأقنعة الكثيرة حتى يبين تدينه. ولهذا يسوع يخلي حد فاصل، ديروا بالكم، ما أريدكم أبد أنتوا جماعتي جماعة السماء أن تفكروا بالواقع وأقنعة الواقع وتصيرون كذابين وتراون أنه أنتوا قديسين ومؤمنين وتلزمون الوردية وتروحون تسوون جروبات طبيعية وعادية. لكن يسوع ما يريد هيك. يسوع يقول مواطني السماء مو هيك. مواطني السماء إن شقد ما يريد يكون عظيم لازم يصغر، لازم ما يكون عنده. ولهذا الشاب الغني إجى عليه قال له أنا كل شيء سويت مثل ما إحنا، رحت للكنيسة، سويت، حضرت قداديس. إيش؟ ما عنده ثقافة الأطفال، ما عنده ثقافة السماء، ما يقدر. أقدر أني أنطي من وقتي ليسوع، بس ما أقدر أنطي من كل فلوسي ليسوع. فكذابين إحنا. يتعاركون، ده يتعاركون على شنو؟ تلاميذ بيناتهم، علقت بيناتهم، منو الأعظم؟ حسب روايات كثيرة في الأناجيل إنه يروح هذول الصيادين، هذول ثلاثة، ما يروح يأخذهم. ليش؟ لأنه قلهم تعالوا أنا أسويكم صيادي بشر، فلازم يجي يعلمهم السمك وشون طريقة الصيادين، وقلهم تعالوا أسويكم صيادي بشر. لكن التلاميذ يريدون يعرفون من هو الأعظم بيناته، من هو الرئيس. إحنا هسه لو نسوي جروب، إذا أقول للجروب ما عندكم رئيس، أريد واحد يأمرني حتى أشتغل. شعب ما عنده الشغل من وحده، أني لأنه ابن الله، أني لأنه مسيحي، أني لأنه أحب أنه أشتغل، ما أحتاج رئيس، أنا أسوي شغلي. لكن اليوم الشعب الشرقي خاصة ما يقدر يشتغل إذا ماكو فوق راسه وتحدث الرسمي زين. حركة اللي صارت همين أنه سالومة الكنيسة ما تصعد إلى مستوى عالي بالروح إذا اعتمدت على الرؤساء بس. أبد الكنيسة ما هي كثير مرات تشمرون براسنا أنه ها القس ما حكى والبطرك ما حكى والمطران ما حكى وكاتلين كتلت الدنيا كتل، بينما بس تريدون رئيس
يطلع من بيناتكم وتضربوه، تضربوه. من هو العظيم بيننا؟ من راح يكون العظيم؟ سووا جملة عجيبة غريبة. من هو العظيم في ملكوت السماوات؟ عبالهم ملكوت السماوات يشبه ملكوت الأرض. شوفوا هنا المشكلة الكبيرة على التلاميذ يسوع، إنه ما يعرفون إنه ملكوت يسوع هو مختلف بشكل عظيم عن الواقع الأرضي. ولهذا بيناتهم، ويقال حسب الشراح إنه لما وصلوا إلى بيت بطرس، حسب الشراح يقولون ولما وصلوا بيت بطرس يسوع وهم صاروا في مواجهة بخصوص هذا السؤال، خلينا نروح على يسوع نشوف من هو الأعظم، يقول لنا من هو الأعظم، من هو الأعظم؟ قام عند أطفال بطرس لأن كان متزوج، تعرفون أنتم، كان عنده حما وشفاها يسوع، قام جاب هذا الطفل خلاه بحضنه، قلب يسوع، قلب الموضوع، صارت السماء أمامهم، قال لهم شوفوا هذا، هذا ولا ركز على الأطفال، بس يريد يركز على واقع الأطفال وسلوك الأطفال. أهم سلوك هو الثقة. إخوتي وأخواتي، كثير من عندنا مؤمن بالله بس ما واثق من الله. تضربه بوكس إيدك تنكسر، هسه الباب الخشب تضربه إيدك تدخل جوا، ليش؟ لأنه مجوف. الإيمان القوي هو الإيمان المؤسس على الثقة بالله. يعني أول شيء أوثق بالله. هنا اليوم أنا أؤمن بالله، أجي للكنيسة وأخذ القربان وأخدم، بس ما عندي ثقة بالله. مثل واحد ضيع فلوسه وما أعرف شنو، واحد شواف، خدمة فاشلة، شقد صار لدي يخدم؟ بعد الحركة شو تبين؟ تبين إنه هذا يؤمن بالله، بس لما تصير حاجة ينكر الله. لما تروح أنت تروح تصلي وتخدم وتجي للكنيسة وبعدين كل سبت بالملهى، I'm sorry، علامة استفهام. ولهذا أخوتي ديروا بالكم، بإمكاننا أن نقع بأشرس حركة شيطانية، هي أن تسمع صوت يقول له ارمي نفسك، أني هو إلهك وأني راح أمسكك. هو كل شيء يسوي بس ما عنده إيمانه، مجوف إيمانه، تعس، ما بيثق بالله. شنو الفائدة من إيمان ما بيثق بالله؟ شنو الفائدة أنه أنا أحفظ الكتاب المقدس ولما يجي وقت أنه أجاوب، أجاوب بشكل غير مسيحي، أجاوب بالحقد وبالنميمة وبالزعل، وأني واحد دا يروح للكنيسة. ولهذا كثير أكو ناس يجون يشمرون بوجهنا هواية، يقولون هذول اللي يجون للكنيسة أكو بيهم متزعلين ويا أخوتهم، أكو بيهم عندهم قطيعة، أكو يحجوا من الصبح لليل، أكو بيهم قوارتشية، أكو بيهم ناس تزرع عليه، ولكن ليس بذاك المستوى. ولهذا التلاميذ عكسوا هذا الواقع، عقلية الطفولة الروحية، عقلية الصغار، عقلية الناس اللي عندها مواطنية، citizenship مع السماء، هذولا لا يخدعون، هذولا يغفرون، هذولا ما يسوون دسائس، ما ينافقون، وإنما ناس العالم مليان عثرات. يعني ماكو مسيحي ما يوقع بالتجربة. أنت في موال ولا قوة، ما عندنا أي واقع تشريعي وتنفيذي، إحنا ناس بهذا العالم، ما عندنا حتى أحزاب، كل شيء ما عندنا غير أنه نصلي، وإذا صار علينا اضطهاد كنا نقعد نصلي ونطلب من الله المغفرة والروح، يمكن ندفع دمنا كشهادة أو نشرد، لكن بالنهاية إحنا نحافظ على إيماننا. إحنا صغار، ولهذا كل المسيحيين اليوم هم صغار، يعتني بيهم ربهم اللي خلقهم واللي أعطاهم المخلص المسيح، حتى من خلاله يدخلون المسجد العظيم. لازم تسوي accomplishments، وتاريخك مجيد واسمك مجيد، ما أعرف شايلين. المهم الشيء المهم أخوتي وأخواتي، ديروا بالكم، أنا ما عندي شيء، ما عندي حقد، ما عندي حقد، ما عندي نميمة، ما عندي أي واقع يخليني أدخل في واقع الأرضي، وإنما أدخل ملكوت السماوات. ولهذا ينطينا يسوع قسوة بالحجي، يقول إذا إيدك تقودك الخطيئة بترها، صد بتر الجسدي الحرفي، إنما يسوع ده يقول البتر بالمعنى يعني
ما قعدت مريم العذراء وقالت بس هالحكي، راحت اشتغلت واجتهدت. واليوم انت همين، انا شنو اجتهادي؟ جهادي، اجتهاد جهاد. يعني انا اليوم اي افويد، يعني اتجنب. سليمه تباوع كل شيء طيب، ليش دا اباوع على الاباحيات؟ يا ايها المتزوجون، قد انتم دا تتفرجون مواقع اباحيه؟ ها اسالكم، اذا تنزلون راسكم. كثير ناس اليوم مش متزوجين، مشكلة كبيرة، دا يسوون مشاكل في حياتهم الزوجية بسبب هالمواقع الإباحية، ويفضل دخول في هذه المواقع على رؤية زوجته. بعنا يا أخي، تجنب يا أخي، تجنب، ابتر ابتر. اليوم أني نفس الحالة، أباوع شكو شيء وصخ بالقدامي ودائما أفكر بيه بشكل سلبي، ابتر. يقول اليد، الرجل، المكان اللي أروح بيها ألعب قمار، المكان اللي أروح بيه أقص رجلي. بالمعنى شنو؟ بالمعنى أنقطع. هذا هو جهادي الحسن، هذا اللي دي يقوله يسوع، بأن مواطن السماء مو بس أنه يرجع كالأطفال وتكون روحيته روحية الانفتاح على الملكوت، لكن أيضا يقرر قرارات ما أمد إيدي بهالمستوى، ما أودي رجلي بهالمكان. ليش؟ لأنه أنا من جماعتي، ما ألازم الأرض بيدك وما تريد تعوف وحدة من عندهم. هنا يسوع يقول لك دير بالك، أنت ما دام مواطن السماء وعندك عقلية الروح فتقرر. اي قهوه ماكو، روح اقرا كلمه الله. طاوله هوايه ماكو، روح اقرا كلمه الله. انت ما تعرف كل شيء عن كلمه الله وقاعد من الصبح لليل بدك تلعب طاوله وبدك تتفرج وبدك تسوي. زين وين 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 النهايه؟ الاخره مالتك يم منه؟ يم الطاوله لو يم الله؟ زين غير اجتهد اني، غير اخوتي، اخوتي ترى ماكو هيك شيء، ماكو هيك شيء. ما الآن أقول بأنه هاي أنا متعمدت وأدخل للملكوت، لا أخوتي، لازم تراوي يسوع بأنك في هذه المعمودية حملت صورته، وهذه الصورة تستجوب أو تستوجب العفو، تستوجب أن تدرس، أن تتعلم. وحياتي وجيت تسمع كلمة الله، لا بس الأحد ليس كافيا أخوتي، أنا أقول لكم ليس كافيا أن تحمل سمة مواطن السماء. الأخير بس حتى أودعكم به، يقول يسوع بالأخير في متى 18، يقول إذا أخطأ أخوك إلك، شوفوا هنا، إذا أخطأ أخوك روح عليه، روح عليه. ثلاث قوانين مهمة اليوم يعطي يسوع لمواطني السماء. يقول إذا غلط بحقك أخوك أنت روح عن الشيطان، أبد لا تحكي. يقول يسوع قبل روح عليه، هو نفسه واجهه، واجهه، أنت قوي، أنت من مواطني السماء، انت قوي، روح بالروح مالتك بالمسيح اللي شايله، لا تحكي على احد، روح على الشخص مباشره، اقعد وياه وقابله، ومن تقابله تعاتبه. واذا ربع، شوف هنا يقول يا فرح او ثلاثه. ولهذا يسوع من كان يروح باي مكان ياخذ ثلاث اشخاص حتى يثبت الشخص، على الشخص قعد احكي وياه، اذا رفض يقول بعدين عامله معامله الوثني والعشار. والوثني والعشار اخوتي هذول الناس ما كانوا اليهود يطخون بهم، وهم مبعدين عن الجماعه وماكو اي علاقه بيناتهم. اليوم انت همين اذا صادفك هالشيء، واذا تقربنا يمكن اكو طباع مختلفه بيناتنا، خلينا نسوي مسافه، بس هذا الوثني والعشار محتاج تبشيرك، ما محتاج علاقه الحب مالتك. ولهذا اليوم انا حتى لو عندي بعد من شخص، هذا محتاج انه ابشره، مو محتاج ندخل وياه بعلاقة. مو كل الناس نقدر ندخل وياهم بعلاقة حب وصداقة، أكو مسافة أخوتي. ولهذا اليوم يسوع يقول القانون الثالث إنه يكون عندك جهاد في المصالحة. أخوة الكبار في إحدى العائلات مشبع كبار، عند أخوة كبار، بس شنو هو ماخذ الرايع عود الأخ الكبير، هاي راحت هاي، ما الأخ الكبير هو المسؤول، هو الأب الثاني، مو إلا مو إلا، مع احترامي لكل الأخوة، لكن هذا غلط. ولهذا اليوم إحنا نحاول ويا هيجي أشخاص، إذا صار أي تهجم نروح نحكي وياه، ما فاد ناخذ اثنين من الكنيسة أو ثلاثة، ما فاد. يا أخي يا أخي مو قطيعة، وهاي المسافة أحترم بيها حريتك وأنت تحترم بيها حريتي. فيسوع اليوم يعطينا ثلاث قوانين اخوتي،
قانون انه لازم نرجع كالاطفال، يصير عندنا روح الوداعه والبساطه والعمق والبراءه والشهوات اللي تخلينا ملوك نفسنا والغيرنا، وانما ملك واحد هو الله اللي يقوتنا، والمنازل كثيره واحنا نطمع بان نكون مع الله. الشيء الثالث الجماعه اخوتي، المصالح. القانون الثالث لمواطني السماء ان يكون عندهم قدره على المصالحه والغفران مع الجماعه اللي يعيشون. لنقف كلنا حسنا بفرح وابتهاج نطلب قائلين: يا رب ارحمنا، يا رب ارحمنا. ايها الاله الرحيم، اسمع صوت تضرعات مسبحيك خطايا ساجديك، يصعد المجد والتعظيم لك وللآب والروح القدس في كل حين نطلب منك. يا رب ارحمنا. يا رب صرنا مرذولين مكروهين مضطهدين ومطرودين لأن اسمك، امنحنا القوة لنتحمل كل الصعوبات والضائقات التي كانت مملوءة محبة وطيبة وبراءة وقداسة، نطلب منك. آمين. لنستودع نفوسنا جميعاً بين يدي الأب والابن والروح القدس. أجل أيها الرب الإله القدير أننا نستودع نفوسنا بين يديك متضرعين أن تكمل معنا نعمتك وتفيض بواسطتنا موابتك وتغفر برحمتك خطايا شعبك الذي اخترته بنعمتك يا رب الكل. أيها الأسرى نمر كل عمام وامين دخرا مر يوسف عالمذبح قد شام كين دنصا سادد تكلم ما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير آب في الجوهر، الذي على يدي صار كل شيء، الذي من أجلنا نحلد من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات ودفن يوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس لي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء، ونؤمن بالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن، يسجد ناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة قدس ونعترف معمودية واحدة بمغفرة الخطايا سقلخ تشبط ويقار وتوديت وزغثات هشا وخل زوان والشلال
ربنا يسوع المسيح ومحبة الله لنا في كل أوان وإلى الأبد آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا إسحاق وإسرائيل أيها الملك المجيد القربان رب الكل يلي يستحق المجد من كل فم والشكر من كل لسان والسجد والتعظيم من جميع الخلائق السلام اسم ثالوثك المجيد والمسجود له إلى الآب والابن والروح القدس وما الكروبيم القديسين والسرافيم الروحين يقدم المؤمنون السجود لعظمتك قدوس ومع هذه القوات السماوية نحمدك يا رب ونبارك كلمتك المتجسدة لدي وشكرك وضياء وصلاة جوهرك والذي لم يعتد مساواة واخذا صورة عبد المصاب سنة لأهل أجل الناصر وترك لنا نسل الذي نقرب أمامك أن يتألم ويدنو من الموت في تلك الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا بيديه المباركتين ورفع هابط الكل وشكر تلاميذه قائلا خذوا هذا وجسدي ذلك من بعد العشاء قائلا خذوا اشربوا منا كلكم الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لغفران الخطايا آمين. كلما صنعتم هذا والشكر والسجود الآن وفي كل أوان وإلى الأبد يلي أيها الرب القدير اقبل هذا القربان الذي نقربه لك
المسلمين عن جميع النعم التي فطى على طباوية مريم دائمة البتولية صديقين الذين نالوا حظوة في عينيك وجميع الأنبياء والضعيف الخاطئ من هذه الجماعة لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان من أجل جميع الحزانة حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني حتى متى سأظل واقفا أسير في مكاني حتى متى سأبقى هكذا طفلا في كم من مرة نويت كم من مرة وعدت أعود إليك فأراك لم تغفل تحنو علي تمالي وأعود إليك أدخل إلى أعماقك في قرب قلبك فأنفق العمر واقفا أسير في مكاني حتى متى سأبقى هكذا طفلا في إيماني حتى متى سأظل أسير في مكاني زكية واغسلنا بأن أدناس الخطية أيها الرأس الصالح الذي خرج باحثا عنا فوجدنا وهو يسر برجوعنا اغفر لنا بنعمتك ورحمتك خطوبنا التي ارتكبنا بمعرفتنا وبغير بارك يا رب تقربنا يا ربنا وإلهنا رحمة نعمتك إلى ذي الأسرار المجيدة المقدسة المحيي الإلهية ونحن حقا التسبيح والسجود لربوبيتك كل حين الأبد نحن السماء والواهب الحياة للعالم كله من يتناوله لا يموت بل يحيا ويتنقى ويخلص إلى الأبد آمين نقترب يا رب إيمان صادق باسمك نحو هذه الأسرار المقدسة ونكسر بحنانك ونرسل باسم الآب والابن والروح القدوس إلى الأبد يرسام الدم الثمين بجسد ربنا يسوع المسيح المحيي باسم الأب والابن والروح القدوس إلى الأبد يرسام الجسد المقدس والابن والروح القدوس إلى الأبد لقد تخصصت وتقدست وتمت وكملت واتحدت وختمت واندمجت وانضمت وتضامت هذه الأسرار المجيدة المقدسة بعضها مع بعض باسم الثالوث الممجد والمسجود له الآب والابن والروح القدس هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهل مسيح قام من بين الأموات الموت بالموت
الأزلي سبحانك أيها الروح القدس مقدس الكل إلى الأبد. أكيد شيء مهم اليوم نركز عليه بين المسيحي الحقيقي هو إنسان مزعج، وإذا ما تكون مزعج فلا تصير مسيحي. الإنسان المزعج هو الإنسان اللي يمشي عكس، ما تمشي ويا المجتمع وتقول أنا مسيحي وأنا لازم أمشي وساعة على ربك وساعة على قلبك. حتى لو كنت مؤمن وكنت خادم فأنت على ضلال وكذاب وكلاوج. هاي الكلمات كلها يمكن نطلقها على نفسنا بالصلاة، أحسن شيء، أحسن وقت نطلق على نفسنا بالناس. كم مرة نطيت للناس وهم أنه أنا مسيحي حقيقي بالكلمة وبالصلوات مالتي وقروبات ونسوان واجتماعات، لكن أنا بداخلي اتصرفت عكس مسيحيتي وأنا إنسان متهرب من المسيحية. المسيحية الحقة ما تقول إذا أخوك واقع يقول يسوع روح ساعده خليه يطلع، صلاتك هنا كذب ووهم وتهرب من. ومن هم الناس؟ هم الخراف التي يجب أن تقاد في الكنيسة، خراف الله. نسوا نفسهم، طيروا كلمة خراف من الطقس، صرنا إحنا شعب الله، صحيح، بس هسه شون؟ شون راح نمشي؟ إذا المجتمع ده يقودنا، أخواتي لازم نرجع لزمن أعمال الرسل، نرجع للجماعة القوية اللي بيها كانوا رجال الدين مو يذبحون، لكن أكو كلمة واحدة يقول يسوع نعم نعم لا لا وما زاد عن ذلك فهو من الشيطان. ليش تتخلون زاد عن ذلك وأعظم؟ ولهذا أخوتي زمن المسيحية اليوم هو زمن إلغاء كل شيء حدي. أكو كل واحد بكيف يسوي يقول أنا مسيحي ومعمد، هذا شيء غلط أخوتي. ده نضيع وده تضيع هويتنا متوحدة، ومو مسألة طوائف أخوتي، وصدقوني مو مسألة طوائف. اللي بدي يبين أنه مسألة ناس ما مؤمنين وكن نص ونص استاو وكن ناس ترى ناضجين بالإيمان. ولهذا يسوع يقول أكو ثلاث قوانين اشتغل عليها أنت مسيح حقيقي، ما واصل لها جاهد، إذا ما تريدها أنت مو مسيحي. أول شيء إن لم تعودوا كالأطفال لن تدخلوا ملكوت السماوات. اثنين اتجنبوا العثرات ولو أخوتكم واجهوهم، لا تخلون القطيعة تكبر، لا تخلون الجرح يصير يحمل جراحة. ديروا بالكم على مود كراماتكم وعلى مود الأنفة مالتكم. شوفوا كم بيت عوائل أخوة ما حد ما يحكي ويا الله، خوات واحدة مرة ماتوا على القطيعة. ليش؟ لأن الشيطان موجود أخوتي، الروح الشريرة بيناتنا موجودة. ديع بسيط عميق طاهر بريء باوع على الملكوت، لا تباوع والملذات والعثرات. باوع على يسوع، شوفوا يسوع شون ترك الملذات وصعد على الصليب. صحيح صعد على الصليب بس الآن يجلس عن يمين الآب. ثلاث صالحوا صالحوا صالحوا، ديروا بالكم لا تخلقون قطيع، ترى راح تخنقنا راح، وهذا اللي ما يريده الله. ولهذا أكو عقوبة بالطريق. اليوم يسوع يقول أكو عقوبة نونة هذه، وإنما أنت اللي لازم تخرج الغريق من غرقة. ولهذا أخوتي قوانين السماء اليوم تعلن في الإنجيل، واليوم نأخذها كقوانين ثابتة حدية ما بها أي زيادة ولا نقصان. هذا المسيح وهذا العالم، وانت اللي تختار. لحظات صمت. التي وجون مشرق وبالعلامة التي وهبتها لنا في عيش الملكوت، يا رب اجعلنا ان نعيش كالاطفال بالروح وان نعيش الصلاة التي علمتنا اياها. وهكذا نقول آمين. الذي في السماوات ليتقدس اسمك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب إبش الموتى. Thank you.
موثا طيب وثد محيانا مارني شام شيحة تشتمل برحمي عام كلها. ذلك الذي باركنا بكل البركة لا تنقضي هو يبارك وينقي شعبنا الذي أتى وتنعم بقوة الأسرار المجيد المقدس المحيى إلي ولتكونوا مختومين بوسم الصليب الحي وما فضيت وظاهرة هاشا وبخ الأزوان والعالم. I'm not meeting.
الحبيب.